خلينا دلوقتي نعمل سلطة البتنجان المشوية بالكينوا. عندنا حبتين بتنجان رومي مقطع مكعبات صغيرة ومشوية في الفرن مش متحمرة، تمام؟ ده أهم حاجة. كوباية كينوا مسلوق، كوبايتين أوراق جرجير متقطعة، كوبايتين طماطم شيري أنصاص، ربع كوباية كزبرة مفرومة، نص كوباية عين جمل صحيح. عندنا بعد كده للصوص ربع كوباية زيت زيتون، معلقتين كبار خل، معلقة صغيرة مستردة، معلقة كبيرة عصير ليمون، معلقة صغيرة عسل أبيض، ومعلقة صغيرة توم بودر. هنبتدي نخلط الصوصات دي مع بعض. صوصات الصوص مع بعض. أنا عايزة بقى أتكلم عن إيه فكرة ال الوصفة دي. احنا الكينوا احنا مغيبين عنه شوية، يعني احنا مش مركزين فيه قوي، مع انه من الوصفات او من الاكلات المهمة جدا، غني قوي 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 بالمضادات الاكسدة، امينو اسيدز كمان، امينو اسيدز جواه 9 امينو اسيدز الاسنشال للجسم، المهمة جدا للجسم، اللي هي الجسم بيحتاجها في تكوين كل حاجة ممكن تتخيلوها. فالاكلات بتتقسم، بيبقى فيه حاجات فيها جزء من انواع الامينو اسيدز، لكن دي فيها كلها 9، فاساسيه جدا، وفي نفس الوقت شبيهه قوي للبروتين الحيواني مع انها نباتي، ما فيهاش جلوتين، بتشبع وسعراتها برضو معقوله جدا، فمن الحاجات البديله الجميله قوي، وبتشبع وصحيه وترفع المناعه وترفع الحرق وبتخسس، تمام؟ شايفين كام حاجة فيها رهيبة. انا بعمل الصوص دلوقتي، فعايزين نحاول ندخلها بديل كرز بالخضار، عملتها قبل كده، نحطها في سلطة، نحطها في شوربة، يعني نعمل كل ده، هيبقى حلو جدا 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 معانا. تمام، انا عندي بقى هنا كده خلاص الدريسنج عملناه، هنقلب فيه بقى البتنجان. وهنقلب فيه ورق الجرجير اللي معانا، بس معلقة تانية، والشيري توميتو، بالشكل ده، الترابيزة طبعا مغسولة. هزود بس الباقي عشان انا عايزه اعمل بقى الاوراق على الجنب بطريقه معينه. ونحط كمان الكينوا، لو عندكم اي خضره بقدونس يعني بيبقى حلو جدا جدا، والطماطم. تمام، نقلب بقى كله كويس جدا بالشكل ده. تمام، وفي الاخر هنرص عليه الايه، العين الجمل، ولكن انا بس عايزه احط شويه من الجرجير في الاطراف. نحاول اساسي يبقى السلطه معانا على كل ترابيزه، اساسي ما نستغناش عن السلطه ابدا، وولادنا يعني نعلمهم ان هما لازم اساسي معانا السلطة. نبتدي دايما بالسلطة، شوربة، وبعدين نخش على الاكل. نضمن الاول ان احنا كلنا الحاجة الصحية، نضمن ان احنا ملينا معدتنا بحاجات الياف مفيدة وكلها فيتامينات ومعادن و امينو اسيدز ومضادات اكسده والكلام الحلو ده، وبعد كده نخش على الوجبه. البروتين الاول، نخلي بقى النشويات اخر حاجه، اللي هي الرز والمكرونه والحاجات دي نقلل منها على قد ما نقدر، متبقاش هي الاساس اللي معانا. تمام، طيب احنا كده خلصنا خلاص. اخر حاجه بس هرش عليها عين الجمل على الوش بالشكل ده، وبكده خلصنا السلطه ديت، حلوه جدا جدا معانا زي ما احنا شايفين، ومغذيه قوي، اهم حاجه فيها الفايده اللي انا قلتها معانا خلاص.